من الصلاة من ناحية النوع ديالها ولا من ناحية التدخلات كانت شاملة، إلا أن ما يمكنناش نخرج منها إلا من بعد ما سمعوا التوصيات اللي خرج بها خرج بها المهم. هاي بقى عجلان سعادة كان في الظاهر. الإخوان مجموعة ديال التوصيات قرر رئيس التقدم الشرقي بالعريش باش يبني عليكم على أساس أنها الطباع المجلس بلاده. وهي 10 ديال التوصيات وزادت عليها واحد التوصية 11 اللي طرحت أسئلة ديال الإخوان تدخلات. كاين على المجلس أن يمنح مهلة لا تتعدى 3 أشهر للشركة المدبرة لقطع النفايات الصلبة لأداء ما بذمتها من غرامات للمجلس البلدي وفسخ العقدة نهائيا. التفكير بإحداث شركة بديلة للتدبير ملف النظافة نظرا لتوسع المدينة مع احترام المصادر القانونية السابقات العمومية وبنفس القيمة المالية السابقة. إغلاق الفوري لمطرح المنار في أجل لا يتعدى 6 أشهر وهي مدة كافية لإتمام أشغال وفتح مطرح عمومي عصري بـ3 أرصنة وجبر الضرر بالنسبة لساكن